جائزة شوط سيارة للمركز الأول، جوائز نقدية للمراكز العشرة الأولى. أبدأ مباشرة متابعينا الكرام مع تمويه اللي على المركز الأول، شعار هجن العاصفة على المركز الأول يقودها غياث الهلالي، كما يقود الواعية اللي تحتل المركز الثاني بشعار أيضا إمبراطورية العاصفة على المركز الثاني. يتابع غياث الهلالي المركز الثالث، يتواصل وينطلق على المركز الثالث. المركز الثالث متابعينا الكرام شودة على المركز الثالث لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، يضمرها غانم بن مسفر بالقوبع في عملية التضمير والمتابعة. المركز الرابع متابعينا الكرام على المركز الرابع يتواصل وينطلق شعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان مع النويعس، ويضمرها سعيد بن مبروك الوهيبي. المركز السادس ولا المركز الخامس، هنا تتواصل المسك لهجن الرياسة بمتابعة علي بن جميل الوهيبي. المركز السادس ينطلق شعار هجن الشحانية في هذا الانطلاق المميز، والمتابعة مع من تحتل المركز السادس هي وصال للهجن الشحانية بمتابعة مضمر الجزر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. انتقل الى المركز السابع، الضبية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس الغيلاني في المتابعة. الى المركز الثامن، وجود الهدرة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، يضمرها أحمد بن خلفان المزروعي. شعار هجن الرياسة يتدخل على المركز التاسع في هذا الانطلاق مع نجاح الهجن الرياسة بمتابعة علي بن جميل الوهيبي. شعار الشحانية يقدم اللي بالمركز العاشر. من الجانب الآخر يتواصل أيضا جابر بن سالم بن فران بمتابعة الغارية اللي على المركز العاشر. متابعين الكرام، هذا هو نداء الأول لحضراتكم في هذا الانطلاق وفي هذا التقدم وفي هذا المسار، مسار 8 كيلومترات، مسار الكبار، مسار هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا المساء في تحفة ميادين السباق، ميدان مرموم. أسماء عملاقة حاضرة اليوم معنا، أسماء مميزة صاحبة إنجازات وتاريخ مشرف حاضرة معنا في هذا المسار المميز. أعود إلى المركز الأول، إلى صدارة ومقدمة الشوط، شعار هجن العاصفة على المركز الأول وعلى صدارة ومقدمة الشوط. على المسار الأول ومقدمة الشوط تنطلق في هذه اللحظة تمويه على مقدمة الشوط حاملة لواء وشعار هجن العاصفة، مقدمة مميزة لهذا الشعار الملك الكبير. على صدارة ومقدمة الشوط يقدمها غياث الهلالي أحد الخبراء مع هذا الشعار الكبير، شعار هجن العاصفة اللي ينطلق أيضا بالمركز الثاني، يقدم الواعية بشعار هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. انتقل الى المركز الثالث متابعينا الكرام، شودة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، غانم بن مسفر بن غانم المنصوري في المتابعة والتضمير. اينما المركز الرابع يتواصل شعار هجن الشحانية على المركز الرابع مقدما في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، وصال بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وهذا الشعار الغني عن التعريف اللي حقق اليوم 5 نقاط ذهبية أهداها لعشاق هذا الشعار الأدعم الكبير، أحد الخبراء ومضمر الجزر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم وصال في هذا الشوط. أيضا نتمنى التوفيق لها، وأيضا
تسير في هذا الانطلاق مع هذا الشوط العاشر. المركز الخامس متابعينا الكرام، شعار هجن الرياسة على المركز الخامس، يقدم المسك على المركز الخامس علي بن جميل الوهيبي، أبو الجمايل يقدمها وينطلق معها متابعا لهذا الاسم المميز. الجانب الآخر يحمل شعار هجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران، وهي الغارية على المركز السادس، غيرت إلى المركز الخامس ليبقى بالمركز السادس شعار هجن الرياسة وهذه المسك بمتابعة علي بن جميل الوهيبي. انتقل معكم الى المركز السابع مع النويعس لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان هيان سعيد بن مبروك الوهيبي في المتابعة. الى المركز الثامن شعار هجن الرياسة على المركز الثامن، وهذه نجاح لهجن الرياسة بمتابعة علي بن جميل الوهيبي. المركز التاسع نتابع الضبية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس الغيلاني في المتابعة والتضمير، وأيضا يتواصل شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان مع المركز العاشر بمتابعة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. نتيجة أخرى من نتائج هذا الشوط وإعلان المراكز العشرة الأولى، وإن سألت عن الموقع نحن نسير في هذا المسار ونتجاوز في هذا الانطلاق لوحة الثلاثة كيلومترات سائرين مع هذه الأصايل منطلقين في هذا المساء المميز. خلاص اقتربنا من خط النهاية، خط نهاية هذا المهرجان، خلاص لم يتبقى إلا القليل لإصدار الستار عن هذا المهرجان السنوي الكبير، ختام الختاميات. نتمنى التوفيق للجميع، لقاء أخوي كبير يجمع بين هذه المؤسسات العملاقة وهذه الشعارات الحاضرة في ميدان المرموم في ختام ولا أروع في هذا الموسم، موسم 2017. نتمنى التوفيق للجميع. إلى المقدمة متابعينا الكرام، القائدة لهذه المجموعة، القائدة منذ انطلاقة الشوط، منذ انطلاقة هذه الأسماء وهي تقود المجموعة، هذه تمويه بشعار هجن العاصفة التي تنطلق مقدمة جديدة في هذا الشوط. غياث الهلالي في المتابعة والتضمير، بينما المركز الثاني شعار هجن الشحانية يقدم ثنائية مع هذا الاسم، هذه وصال، وهذه اللي بالمركز الثالث الغارية بشعار هجن الشحانية وصال يقدمها سلطان الوهيبي، والغارية يقدمها جابر بن سالم بن فارون المري. والمركز الرابع شعار هجن الرياسة أو هجن الشحانية مع الواعية أو هجن العاصفة أيضا تنطلق على المركز الرابع، وهذه الواعية لهجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة، هذه اللي بالمركز الخامس المسك لهجن الرياسة بمتابعة علي بن جميل الوهيبي. أعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. الله، تمويه راحت يا أخواني، تمويه انطلقت في هذا الشوط منطلقة مرتاحة في المقدمة، سائرة في طريق الناموس، في الطريق المستقيم إلى المنصة الرئيسية، إلى المنصة الرئيسية هناك عند خط النهاية. لكن غزو شحاني لهذا الشوط، غزو شحاني، يا سلام، تحركت الشحانية مع هذين الاسمين العملاقين، هذه الشحانية تقدم الغارية، تقدم وصال، لكن تمويه افتتحت الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير عن خط النهاية، تمويه العاصفة، تمويه العاصفة، هذا تمويه، هذا التمويه اللي يقدم في هذا الشوط مع هذا الاسم اللي في الصدارة، تمويه بالشعار هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي.
الغارية على المركز الثاني بشعار الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران. المركز الثالث وصلت وصال الشحانية اللحظات الأخيرة، هذه وصال روحي الوهيبي وصال تمويه على المقدمة، تمويه اقتربت من الناموس. هذه تمويه العاصفة على المركز الأول في صدارة ومقدمة الشوط. يا سلام، تقترب من خط النهاية رويدا تقترب من السيارة وناموس هذا الشوط مع هجن العاصفة. الشعار الملكي يقدمها غياث الهلالي، هذا هو خط النهاية، يرحب بتمويه العاصفة. الشحانية قادمة مع وصال على المركز الثاني، هذه تمويه وهذه وصال. تقترب من خط النهاية لتعني الفوز بشعار هجن العاصفة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة ولغياث الهلالي من قادة تمويه في هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصال لهجن الشحانية مع سلطان الوهيبي. المركز الثالث الواعية لهجن العاصفة. المركز الرابع شعار هجن الشحانية مع المركز الرابع هي الغارية. المركز الخامس شعار هجن الرياسة. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين. تهانينا لهجن العاصفة على فوز تمويه بالمركز الأول حصولها على ناموس هذا الشوط. التوقيت الزمني لحظة وصول تمويه إلى خط النهاية، هذه تمويه 12 دقيقة 34 ثانية، وفاء وتماما وكمالا توقيت تمويه. تهانينا لهجن العاصفة، تهنئة للمضمر غياث الهلالي، بينما وصال احتلت المركز الثاني بشعار هجن الشحانية. توقيتها الزمني 12 دقيقة 35 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. تهنئة أيضا لمن قادها قائد الجزر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث هذه الواعية الهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. توقيتها الزمني 12 دقيقة 39 ثانية، ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. التحية تستمر مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات أيضا تتواصل بهذه الإبداعات المسائية مع سن الكبار وتحديات الحول والزمول التي تنطلق بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة التي أيضا توافدت وتواجدت في ميدان المرموم في هذا المهرجان.